Determine the support reactions. Assume B is a bin. A and C are rollers. وال E I is constant. يبقى ال E I لطول البيم ثابتة في التكامل أطلعها برة. وعندنا B pin فعندها P Y و B X مع ال B X بصفر لأن مفيش لودز أفقية. طيب هشيل ال B باعتبار أنه هو redundant زيادة وأتعامل معه كأنه simple beam وأجيب الديفليكشن الأكتوال عند B أو نتيجة الأكتوال لود، بعدين أحط يونت لود وأحسب الفيرشوال ديفليكشن عند B نتيجة واحد يونت لود، وبعدين نطبق المعادلة بحيث نخلي الديفليكشن عند البي بصفر لأن ما عندوش ديفليكشن. أول حاجة هشيل البي، هيكون البيم بالمنظر ده. عندنا هنا 4 في 15 ب 60 لو خدت المومنت عند A، أو خلينا نقول ناخد عند B، هقول 60 في 20 زائد 7.5 بالموجب ناقص الـ AY في 35 يساوي 0. يطلع الـ AY ب 336 تقسيم 7 زي ما احنا شايفين. سيجما الـ FY يطلع الـ CY الباقي اللي هو 90 على 7. طب كده جبنا الرياكشنز، اقدر اجيب معادلات المومنت. الجزء ده هيكون في ايه؟ لو خدت مقطع هنا هيكون في M زائد 4 في X في X على 2 ناقص 330 على 7 في الـ X يساوي 0. يعني المومنت هيساوي ايه؟ هيساوي 330 على XX ماينس 2X تربيع. ده الـ Actual Moment في الجزء ده. طب المومنت هنا زي ما احنا شايفين 90 على 7 في X، إن M ناقص أو نقول ناقص M زائد 90 على 7 في X يساوي 0، يبقى الـ M بيساوي 90 على 7 في X. طيب كده جبنا الـ Actual Moment، معادلات الـ Actual Moment. لو حطيت واحد هنا هيكون هنا، هقول مثلا أخد المومنت هنا أقول 1 في 20 على 35 يساوي 0، يطلع الـ AY بـ 4 على 7. من سيجما الـ FY يطلع هنا بـ 3 على 7، يبقى المومنت هنا 4 على 7 X وهنا 3 على 7 X. تعالوا بقى نجيب الـ Deflection نتيجة الـ Actual Loads. هقول إيه هو تكامل المعادلة M نتيجة الـ Virtual Load في كابيتال M نتيجة الـ Actual على AI DX. عندنا جزئين أو 2 segments. الجزء اللي على اليسار معادلة المومنت في 4 على 7 X، والمومنت نتيجة الريل لود 330 على 7 X ناقص 2 X تربيع. بالنسبة للجزء اليمين قلنا المومنت نتيجة الفيرشوال 3 على 7 X، ونتيجة الأكتشوال 90 على 7 X. الأولاني ده من 0 ل 15، والتاني هاخد من اليمين من 0 ل 20. أكمل الاتنين دول بالآلة أو تقدر تقول أضرب الرقم ده مثلا، الرقم ده في الرقم ده يطلعوا بره، وإكس في إكس بإكس تربيع لما كامل يبقى إكس تكعيب على 3. نفس الشيء هنا، أضرب الرقم ده في الرقم ده وإكس تكعيب على 3، وأضرب الرقم ده في 2 ويبقى إكس أس 4 على 4. طبعا في الاتنين أضرب برضو فيه، وعوض من 0 ل 15 من 0 ل 20 وأجمعهم هيطلع لي 30553 على إي آر. طيب لو حطيت يونت لود، احنا عندنا المعادلات اكمله مع نفسه، يبقى لو كان عندي واحد هنا هيعمل ديفليكشن قد ايه؟ تكامل من صفر ال L هقسمها برضو الاثنين M في M على اي اي، فاربعة على سبعة اكس فاربعة على سبعة اكس تربيع، يبقى هتبقى تربيع من صفر ل 15. جزء اليمين 3 على 7 اكس في 3 على 7 اكس طلع 857 على اي ار. يبقى لو حطيت واحد هيعمل الديفليكشن ده، الريل لود هيعمل الديفليكشن ده. طيب احنا ما عندناش ديفليكشن عند بي، يبقى اطبق المعادله اقول ان الدلتا بي نتيجه الريل لود مع البي واي في الاف بي بي نتيجه الفيرشوال لود اللي هو ده، لان كل واحد هيعمل ده
يبقى محتاج بي واي قد ايه بحيث يكنسل الدلتا بي ده زائد البي واي في اف بي بي يساوي صفر. يبقى ده الريل ديفليكشن وده الفيرشوال ديفليكشن نتيجة البي واي. يبقى البي واي ماينس 35.6، يعني ماينس يعني عكس اللود اللي انا حاطه، انا حاطه واحد لتحت يبقى هو لفوق 35.6 كيلو نيوتن. طالما عرفت البي واي اقدر اخد مثلا المومنت عند الايه، هقول السي واي في 35 زائد ال 35.6 في 15 اللي هي دي. احنا هنا فرضت السي واي لتحت، سي واي في 35 لا لفوق مفروض، وعامة عامل عكس عقارب الساعة موجة، فنمشي شوية شوية كده. وتقريبا الديفليكشن ده هيطلع لتحت، فنقول السي واي في 35 اوكي مفروض كده عكس عقارب الساعة، الستين في 7.5 المفروض بقى دي تبقى بالماينس، والخمسة وتلاتين بوينت ستة المفروض تكون بالبلس بصفر، يطلع السي واي بتو بوينت فور وان. خلينا نحسبها. يعني دلوقتي أنا عايزكم تعملوا إيه؟ السي واي 35 لو مفروض لتحت يبقى المفروض ده يكون سالب، والستين دي موجبة أوكي، لا سالبة برضو لأنها نفس الاتجاه ده، يكون بس ال 35 هي الموجبة. ففي لخبطة في الإشارات. هو عمل إيه هنا؟ يعني واضح إن الرقم ده لتحت يعني زي ما هو المفروض كده، فهرجع ده معاكم. ولكن أقول لو سيجما الـ F واي يساوي صفر، الـ A واي لفوق صح، الماينس 60 دي لتحت، الـ 35 دي لفوق وده لتحت، يبقى ماينس 2.41 طلع الـ A واي بـ 26.8. يبقى احنا دلوقتي عايزين نثبت ان ده 2.41، واحنا عاملين اتجاه ده كده، واحنا فرضين ده لتحت، معنى كده السي واي ده سالب وليس موجب، هنا في اشاره سالب، والستين دي هتكون برضو سالب، والخمسة وتلاتين هتكون موجب. فخلينا نقول نغير ده افضل، يعني نعمله عكس، يعني نعمله بالاتجاه ده، يبقى لو هو مع الساعة يبقى ده موجب والستين موجب والخمسة وتلاتين سالب. فكل اللي نعمله بس نغير اتجاه السهم نخليه الناحية التانية، يطلع معانا سي واي 2.41 في نفس الاتجاه اللي هو لتحت. يبقى بس كل الموضوع هنغير الاتجاه ده ونعتبر اتجاه الموجب مع الساعة، يبقى ده موجب والستين موجب والخمسة وتلاتين سالب، هيطلع السي واي 2.41 زي ما احنا شايفين لتحت. من سيجما الاف واي جبنا الاي واي، يبقى كده جبنا كل الرياكشنز. اقدر ارسم لو طلب في الامتحان مني ارسم الشير، اطلع بالاي واي بعدين اللي هو 5 اي واي اللي هو طلع 26.8، وبعدين انزل شويه شويه ال 60 دي لغايه هنا، هيتبقى مثلا ماينس من ال 60 يتبقى 23.2، وبعدين اطلع ال 35 بقى مثلا 12 وشويه، وبعدين مفيش حاجه هنا هي دي 60 مرة تاني كده، هنزل 26 هطلع 26.8 هنا كده، وبعدين من هنا لهنا هنزل 60، ف 26.8 ناقص 60 طلع سالب 33.2، وبعدين اطلع ال 35.625 فتبقى 2.something اللي هي دي 2.42 هي 2.41. فلما اطلع هنا امشي افقي وبعدين انزل تحت، يبقى هطلع اول 26 انزل 60 شويه شويه يبقى ماينس 33، بعدين اطلع 35 بقى 2.41 امشي افقي وانزل. طبعا المومنت بعد كده برضه سهل، هناخد نحسب الحته دي اللي هي هتبقى 26.8 تقسيم 15، ادينا مسافه، اجيب مساحه المثلث اللي هنا واجيب مساحه المثلث اللي هنا واجيب مساحه المستطيل اللي هنا، أبدأ من عند الصفر، المثلث ده موجب فالمومنت في الأول موجب، بعدين أنزل شوية كده هيدينا عند السالب،
بعدين من هنا لهنا اخد خط اللي هو شوية الموجب اللي فوق دول. فرسم الشير والمومنت جاست ان انا جبت كل الرياكشنز سهل ومباشر زي الطرق اللي احنا خدناها في الشباتر الاولانيه.